السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقة مميزة تخص شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين. دائما ما يتسألون احنا الفئة المظلومة المغبونة ونحن الأشد فقرا، ونبحث عن من يعين أهالينا، من يعين أنفسنا. لهذا السبب كثرة التساؤلات، وحبينا أن نجيب على أغلب التساؤلات من خلال طرح وشرح كل تفاصيل الدائرة المعنية بهؤلاء. هيئة الحماية الاجتماعية اللي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هذه الهيئة تعنى بعدد كبير جدا من المواطنين العراقيين، إن كانوا فعلا مستفيدين والبعض منهم متجاوزين. راح نشضي هذه الإشكالية، نعرف من المتجاوزين على هاي الشبكة ومن المستفيدين ومن لهم الحق أن يقدموا إلى هذه الدائرة. بكل تأكيد هناك حملات كبيرة لشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين. ما هي المعايير اللي تشمل هذا سين وترفض صاد؟ والحق وزارة العمل أن ترفض وأن تقبل لوزارة التخطيط؟ وهل القبول مشترك أم منفرد؟ كل هذه التساؤلات راح تتم الإجابة عليها من خلال جناب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي. نرحب بك أجمل. أهلا وسهلا بك عزيز. شكرا جزيلا على حضورك، شكرا لتعاونكم، وباتصال واحد تم قبول الدعوة، وهذا شيء يقدر وفي محط احترام وتقدير لكل الدوائر اللي تتعاون مع وسائل الإعلام. البرنامج بخدمتكم واحنا بخدمتكم. تحية لك لجمهورك الكريم. الله يحفظكم دكتور، تسلم لي. دكتور أحمد، خلينا نبدأ، من هم المشمولين بالحماية الاجتماعية؟ نعم، مثل ما تعرف المشمولين قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 سنة 2014 وضح المشمولين هم 14 فئة مشمولة بالحماية الاجتماعية، تبدأ بالأسرة معدومة الدخل والأرامل والمطلقات وزوجة السجين إلى آخره من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية. جميع هذه الفئات يجب أن تقدم ما يثبت أنه هي فئة عائدة مرسوم عليها قانون الحماية الاجتماعية. مثلا الأرملة تقدم ما يثبت أنه أرملة، المطلقة تثبت مطلقة، وهكذا. هاي الفئات الـ 14 النص عليها قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 سنة 2014، وهم يعتبرون الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع. الفئة العامة الأغلب هم فئة المعدومة الدخل، وهو الزوج وزوجة وأبناء، هذا تعريف الأسرة. وهاي الفئة هم الأغلب، هم مستفيدي الحماية الاجتماعية. لم يحدد أنه عاطل عن العمل، وإنما هو حدد مصطلح قانوني، وهم الفئة المعدومة الدخل، أنه لم تتمكن من الحصول على دخل. والفئة الأخرى الأغلبية العظمى من الحماية الاجتماعية وهم المعاقين والأرامل والمطلقات، مثل ما سردت لك في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 سنة 2014. جي. أنت تقول لي العوائل المعدومة الدخل. نعم، نفرض بأن هذا الأب عاطل والعائلة كلها، فقط الولد عنده. نعم. وحيد موظف. نعم، يشملون ولا يشملون؟ نعم، مثل ما تعرف انه الزوج والزوجه والابناء المشمولين باعانه الحمايه الاجتماعيه هم القصر، يعني اقل من 18 سنه. فما عندنا احنا موظف اقل من 18 سنه، فبالتالي صح. يعتبر الموظف فوق 18 سنه اسره مستقله، فهذا لا يؤثر على مصدر الدخل الخاص في الاسره. فكل هاي الجوانب هي محط اهتمام قانون الحمايه الاجتماعيه، وهو يستهدف الاسره معدومه الدخل. مثلا عمره كبير، مثلا اكثر من 65 سنه هو العاجز، فهي هاي المحط اهتمام قانون الحمايه الاجتماعيه رقم 11 سنه 2014. احسنتم، شكرا على هذا الوصف العام. نعم، راح ندخل بالتفاصيل. نعم طبعا، هاي اذا احنا الاخ المخرج بعد ان يتم اصلاح شيء بسيط بالاتصال حتى يفتح لنا ارقام الهواتف حين اكمال الخلل البسيط. اخر المسجلات اللي بالحمايه الاجتماعيه. نعم، مثل ما تعرف احنا بدت الحملة البحث الاجتماعي الكبرى يوم 15/1. اليوم 15/1 هي نقلة نوعية في هيئة الحماية الاجتماعية، وهي انه يعني شلون نقول
الإنجاز الحقيقي أنه أنت هيئة حماية اجتماعية تفتح المجال لأكثر من 2,800,000 أسرة متقدمة على شبكة الحماية الاجتماعية. فكرتها أنه بدينا بعملية مقاطعة البيانات، تمكننا من استخراج 950,000 أسرة أنه هم من الموظفين ومتعاقدين لغير مشمولين بقانون حماية اجتماعية ابتداء قبل عرضهم على خط الفقر وإرسال الباحث الاجتماعي. المتبقي هو بحدود 1,800,000، ولدينا طلبات ورقية بحدود 200,000. المتبقي هو 2,000,000 أسرة يتطلب شمولهم بعائلات الحماية الاجتماعية. نعم، الصافي من 1,800,000 هو 2,000,000 أسرة. بدينا عملية مسح ميداني كبرى يوم 15/1، تعرف أنت كل القنوات الإعلامية واكبتنا بكل شفافية. بدينا بالأقضية الأشد فقرا، ولهذه أول مرة تحدث في تاريخ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية أنه أنت تستهدف الأسر من خلال الأقضية والنواحي والقصبة الأشد فقرا. بدينا نسب التخطيط، وهذا معمول به بقانون الحماية الاجتماعية، معمول به بمسودة الموازنة، أنه أنت تستهدف الأسر الأشد فقرا وحسب الكثافة السكانية ونسبة الفقر. بدينا ب 18 قضاء هي اللي كانت الأشد فقرا، أكملنا عملية المسح الميدان تقريبا شهر واحد، أكملنا المسح لهذه الأقضية بالكامل، مثل السلمان بالسماوة ومثلا قضاء الخضر هي كانت الأشد فقرا. ومن ثم انتقلنا إلى الوجبة الثانية للأسر الأشد فقرا، كان عددها 54 قضاء. ومن ثم من اكتفينا بعملية التغطية لهذه الأقضية، انتقلنا إلى عملية فتح الشمول أو إجراءات البحث الاجتماعي لكافة الأقضية الأخرى. الآن نحن عندنا معادلة، المعادلة أنه نسبة السكان في كل قضاء، ونسبة المشمولين سابقا في كل قضاء، ونسبة الفقر المزودة من وزارة التخطيط. فمن خلال التعامل مع هذه الثلاث معطيات أساسية أنه نتمكن من معرفة الحصة لكل قضاء. مثل الآن العم الشارع يقول يابا هذا القضاء انتو شملتوا به ناس، القضاء الآخر كان عدده أقل، شنو المعيارية الأساسية اللي اعتمدناها؟ اعتمدناها هذا وفق المعادلة الرياضية ذكرت لك ياها أول مرة أذكرها، وهي معمول بها بقانون الحماية الاجتماعية، أنه أنت كيف مسؤول، كيف أنه توصل حقوق الناس إلى مستحقيها، وهذه أمانة وهذه أكد عليها القانون. فإحنا نتعامل مع نسب سكانية وخط فقر وأقضية. الآن من كملنا 54 قضاء فتحنا على الأقضية، اتجهنا إلى المعاقين، إلى الأرامل، إلى الأيتام. مثل ما تعرف استهدفنا 15,000 يتيم وشملنا بحدود 2,500 كوجبة أولى، وانتقلنا إلى وجبات أخرى خاصة باليتيم. وجميع الشمول اللي تم الشمول مثل ما تعرف دكتور هم من مبالغ المتجاوزين، أنه الحد الآن إن شاء الله إحنا لم نتجه إلى مبالغ الخاصة بالموازنة، وسيكون لنا وقفة مع هاي الأسر الفقيرة أن نقر الموازنة حتى نقوم بإطلاق الوجبات الأخرى. الوجبة الأولى التي تم إعلان عنها هي 121,000 أسرة في بغداد والمحافظات. هذه مقسمة حسب الفئات أكثر هشاشة، ومنهم المعاقين. الوجبة الأولى أطلقناها 20,000 معاق في بغداد والمحافظات، وباقي العاجزين 13,000، وباقي الأرامل والأيتام ومعدومة الدخل ضمن الوجبة الأولى 121,000. هاي الوجبة اللي خرجت قبل أيام. نعم، أعلننا عنها يوم السبت وخلصنا الإجراءات الخمسة أيام. وأيضا هذا راح تصريح لك أنه أصدرنا بطاقات ذكية للأسبوع الأول، أكثر من 25,000 بطاقة ذكية سلمت إلى أسر اللي إن شاء الله هاي تعتبر الوجبة الأولى استلموا خلال الخمسة أيام نهاية الأسبوع. فهذا أول لقاء بداية الأسبوع، فإحنا نتاجنا الأسبوع السابق هم 25,000 استلموا بطاقة ذكية في بغداد والمحافظات. أحسن، وهذا هذا التقاضي. نعم، هاي طلعت الوجبة هسه سنة 25,000. نعم، بطاقة. نعم، مباشرة الشهر الجاي يستلم. نعم، القانون واضح يقول انه في حال شموله من وزارة التخطيط تجي بياناته اشرح لك اياها بالعامية، أي يستلم بالشهر الذي يليه. يعني هو استلم الآن يستلم إن شاء الله 1/7. ممتاز. كل الذين يستلمون بطاقة ذكية من تاريخ ورود النتيجة إصدارها إن شاء الله يستلمون يوم 1/7. طلع اسمي مثلا بالوجبة الأولى. نعم. شلون أراجع؟ وين أروح؟ وين؟ نعم، إحنا قسمناها تعرف أنه كل قسم إلى طاقة استيعابية. طبعا. وكل قسم، كل محافظة تختلف الحصة من محافظة إلى محافظة. صح. مثلا أنا في بغداد لدينا 6 أقسام، في كل محافظة
بها قسمين، مثلا صلاح الدين فيها 3 أقسام، نينوى فيها 4 أقسام، اكو اقسام رباعيه ومحافظات بها اقسام رباعيه، واكو في محافظات سداسيه بغداد 6 أقسام، وعندنا مثلا باقي المحافظات قسمين قسمين للمراه والرجل. لكن احنا صار عندنا بهاي الحمله اللي اطلقناها، انا عندي لجان فرعيه بكل قضاء، عندي لجنه فرعيه، فلذلك امتصينا الزخم بهاي الاقضيه اللي عليها كانت نسبه الشمول عالي، فانتقلنا بها الى الاقضيه. فلذلك الوجبه كانت كالاتي: في بغداد كرجال اقسام الرجال 150 مراجع باليوم، عندنا في نينوى لان كانت حصتها الاكبر، تعرف خروج من داعش وكانت نسب الفقر عاليه جدا، كان الحدود ب 350 الى 400 مراجع قسمناها باليوم. عندك الديوانيه والسماوه كان عدد المراجعين بها 300، اما باقي المحافظات 150، هاي باقسام الرجال. اما النساء فهي مستثنات حتى من تاريخ المراجعه، اي يوم تجي نصدر لها ذكيه. نعم، فقط يعني كل الأرامل والمطلقات، اي واحد طلع بالوجبه يعني مباشره يجي يصدر خاص بالنساء وفئاتها المتنوعه. اما الرجال احنا نشرنا بموقع الوزاره ايام محدده لكل على يوم على الاحرف؟ نعم، لا مو على الاحرف، اطلقناها حسب الكبر المواطن، حسب العمر. مثل ما تعرف هذا مواطن كبير بالسن، صحيح. قدمنا المعاقين، فهم كانت لهم الاولويه بالاصدار، لكن هي الفتره كلها يعني ال 121 الف هي خلال شهر لازم تنجز يعني بغداد ومحافظات، فهذا كوجبه اولى. كوجبه اولى، اضافه الى هذا انه جميع الذين يعني شملوا بهذه الوجبه جت رساله نصيه انه تشيل له، انت مواطن مبارك عليك شمولك بالحمايه الاجتماعيه، راجع بتاريخ هلقد يجي راجع يستلم بطاقه. نعم، واحنا جربنا لاول يوم، اول يوم للمراجعين اي مراجع يجي للحمايه الاجتماعيه جايب مستمسكاته كامله، واحنا نوهنا عنها ما يطول اقل من ساعه، يعني نص ساعة إلى ساعة يستلم البطاقة الذكية مالته ويغادر القسم. شو المستمسكات المطلوبة منه هو؟ المستمسكات أنه الوثائق الأصلية إليه ولأبنائه، وكذلك أنه بطاقة السكن وتأييد محدث وصورة عدد واحد. إذا جابها مكتملة مباشرة، إحنا إيش قاعد نسوي دكتور؟ إحنا من الساعة نبدأ من الساعة 6 الصبح أغلب الأقسام اللي عليها زخم تبدأ من 6 الصبح. الموظف يجيكم بالستة الصبح؟ كل مدراء الأقسام، أنا ومدراء أقسام نداوم بالستة، نفتح الباب للمراجعين الساعة بالسبعة، 7:30 يداومون مباشرة. فنباشر احنا بوقت مبكر لحد ساعة 2:30 نخلص هاي الوجبات كلها. شو نسوي؟ نبدأ الشفت الثاني يشتغل يجهز لليوم القادم، يجهز ال 150، يعزل أضابيرهم يكملها ويختم القرارات بالشمول، يجي مباشرة الصبح ياخذ مستمسكاته يلقى أموره كاملة، يصدر ويغادر. فإن يجي بالشفت الآخر يجي يستلم بعد الظهر، وهكذا أغلب أقسام الحماية الاجتماعية تشتغل بشفتين، الشفت الأول يصدر والشفت الثاني يحضر لليوم الثاني. ممتاز. نعم. شيء جميل يعني بصراحة. حتى قبل أن ندخل الوجبة الثانية نتحدث عن الوجبة الثانية. نعم. جناب الدكتور، أثناء يعني حديثك عن المتجاوزين، وأنا وهدت في بداية الحلقة، نعم، يعني تقول لي هاي الأموال الوجبة الأولى، نعم، هي من أموال المتجاوزين. نعم. لعش قد كان عدد المتجاوزين حتى هاي أموال لوجبة ضخمة مثل هكذا وجبة؟ دكتور احنا أعلناها صراحة، ملف المتجاوزين ملف خطر وملف أشبه بسرقات كبرى. إن الوجبة الأولى التي أعلننا عنها من المتجاوزين هي 163 ألف متجاوز في بغداد والمحافظات. أتكلم لك عن المتجاوزين ليس ميسور، يعني انه مواطن ميسور وانه هذا تعامله واحد، انا اتكلم لك الان عن موظفين ومتعاقدين واجراء يوميين يعني هاي الفئات انه صفه التجاوز، والمتقاعدين هاي الفئات الاربعه بالتجاوز. اعلنا عنها 163 الف متجاوز في بغداد والمحافظات، تتنوع حسب كل وزاره تتنوع، الحصه الاكبر للوزارات هي الوزارات اللي كانت عندها عقود وتم تثبيتهم، صح. او فتحت باب مجال هو المفروض الموظف من يعني يصير عنده عقد يجي يبلغ حتى لا يصير عمليه التجاوز. فتحنا هذا الملف واعلنا عنه انه 163 الف، الان نحضر لوجبه ثانيه من المتجاوزين خلال ان شاء الله يومين راح تظهر بالاعلام بشكل رسمي وجبه ثانيه من المتجاوزين.
هذا الملف في متجاوزه. عدد اكبر اقل؟ لا اقل من العدد 163 عدد كبير، لكن انه ايضا عدد يعتبر بالنسبه كاجراءاتنا بالحمايه الاجتماعيه يعتبر انجاز حقيقي، انه انت شلون تجيب هاي الاموال من المتجاوزين وتشمل بها فقراء وايتام ومعاقين بمبالغ هي مدوره. فهذا هذا الاجراءات اللي انه احنا قاعد ناخذها في هيئه الحمايه الاجتماعيه. الان عدد الايقافات في هيئه الحمايه الاجتماعيه خلال 3 أشهر اكثر من 52,000 إيقاف حدثت المتجاوزين، ومستمر عملية التدقيق والإيقاف والمقاطعة. إن شاء الله خلال الشهر راح يتم إكمال الملف كل المتجاوزين 163,000. ما هي الإجراءات القانونية للمتجاوزين؟ نعم، إحنا كهيئة حماية اجتماعية نأخذ إجراء واحد، وهو أنه استرداد الأموال. القانون الحماية الاجتماعية يتعامل ويا ملف المتجاوزين حسب قانون تحصيل الديون الحكومية. لكن الان ايش قاعد يصير؟ انه الوزارات ما تقبل على موظفيها يتجاوزون على الحمايه الاجتماعيه، وللامانه ماكو وزاره تسمح لنفسها بالاعلام يقولون مثلا وزاره سين او وزاره صاد موظف عندها ياخذ راتب او اعانه حمايه اجتماعيه. فهذا الملف يا وزاره بيناتنا نعم احنا اعلنا على الوزارات، اعلنا على بعض الوزارات ان كان بها زخم، وللامانه مثلا احنا وزاره الدفاع متعاونه ويانا وتعتبر من الوزارات الاولى اللي مكنتنا من قاعده بياناته، 1200 منتسب يستلمون اعانه حمايه اجتماعيه وسلمت لنا الملف. والان دوله رئيس الوزراء باعتباره قائد عام للقوات المسلحه اتخذ قرار بحالتهم جميعهم للمحاكم العسكريه. جميع متجاوز من الصنوف العسكريه تم احالته الى المحاكم العسكريه. هذا الملف الاول خاص بالعسكريين. اما الملف الموظفين المدنيين تجينا احنا شبه يومي، تجينا يعني اجراءات اداريه وخاصه باجراءات مجالس تحقيق خاصة بوزاراتهم انهم متجاوزين. بعد ما يقدم لي اللجنة التحقيقية اكو لجان تحقيقية هي تجيني يومية، عشرات اللجان من باقي الوزارات تجي تقول يابا هذا انت قاطعت بيانات وارسلت لي كتاب مثلا متجاوزين عددهم 500 600 بفلان وزارة، اعطيني ما يثبت انهم متجاوز انا اعطيه. عندنا نظام يسموه الاومس، حتى البصمات والصور وحتى بصمات العيون عندي اسلمها لهم، هم يروحون ياخذون باجراءات قانونية ويتقدمون عقوبات. واحدة من الوزارات صوت تنزيل درجه، وبإضافة الى هذا انه حتى ما قبلوا بتقسيط المبالغ قالوا لا تروح ترجحين كامله، على الرغم انه قانوني يسمح بتقسيط المبالغ، بس هاي الوزاره ما قبلت انه لا تروح ترجحين. للامانه هي وزاره الثقافه خليني اقولها للاعلام انه ما قبلت لا تروح ترجحين كلهم، يلا تجي انه تباشر بوظيفتك ورجعوا لوظيفته مع عقوبه انزال درجه. فهذه الاجراءات مع الوزارات المختلفه مكن من عمليه السرعه في عمليه الحصول على المبالغ الخاصه باعانه الحمايه الاجتماعيه. جيد دكتور، يعني هسه دا اسمع موظفي دوله بصراحه تتوقع من هذول عنده سياره. نعم هذا ملفهم واحد، يشتغل بالتجاره. نعم. صح اتفق وياك. نعم. لكن الشيء العام هو هذا الموضوع بصراحه. نعم. لكن بنشوف موظف دفاع وثقافه وغيره وغيره وغيره، يعني وش قد المبلغ؟ يعني هو منطقة المواطن يعني مو ذاك المبلغ الحقيقي مثلا كبير. نعم. انت احنا ممكن نعتبره مو كبير، لكن المواطن الفقير يعتبره مبلغ. نعم يعينه يعني. مثل ما تعرف الان اكو مواطنين، واحنا طلعنا وشفنا مواطنين حتى هذا المبلغ مثلا توصل اعانه مالته متوسط الاعانه 250 300 يكفيه، يقول لك انا احسن من الماكو، اضافه له هو يحصله من اقاربه ويحصله، خاصه الارمله اللي ايتام مثلا عنده ايتام 2 3 يحصل اعانه ثانيه 500,000 او 300,000، يعني يقول لك انا احسن من ما احصل شيء، يعني هاي تعتبر قوت، يعني انت جاي تتعامل مع قوت، قوت عوائل، هاي مسؤولية كبيرة. انه احنا مثلا انا كل الشديد مع عمليات التقسيط، حتى السيد الوزير مرات انه يعني يوجه ب انه تقسيط المبلغ، تقسيط المبلغ هو يعني اعتبره انه مبلغ كبير حتى على المتجاوز. انا مرات من يجي انصحه اقول له ليش خليت المبلغ يتراكم عليك؟ وانت تعرف هاي مبالغ ايتام وارامل مستحيل انه الدولة تقضى عنها او انه راح تتنازل لك عنها، ماكو صلاحية الان حتى للدولة العراقية بالتنازل عن هاي المبالغ، ماكو شخص كمعين الا قرار من مجلس الوزراء ومستحيل ياخذوه هذا هيك قرار، لان هاي مبالغ خاصة بايتام. فلذلك انه احنا شوي نكون شديدين باسترجاع هاي المبالغ، هذا الاجراء انه خاصه بمبالغ اسر فقيره. اضافه لهذا ايضا اعطيك رقم اليوم حصري لك، احنا خلال هذا الشهر من 1/5 لغايه الان اللي اجوا طلبوا تقسيط المبالغ هم 25,000 متجاوز، وهو الاعلى بتاريخ وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. 25,000 متجاوز، 25,000 موظف متجاوز
انه راجعوا اقسام الحمايه الاجتماعيه وطلبوا تقسيط المبالغ. هاي انتم بعد ما كشفتوهم؟ طبعا بعد ما كشفناهم، والسيد الوزير وجه انه ليجي طواعية انه فقط نكتفي بعمليه تقسيط المبالغ واجراءات وزاره المالية ما لنا علاقه بها. اما لا، احنا تعرف التقسيط مبالغ هو صلاحيه للدائره وصلاحيه للسيد الوزير، فيقدر ما ينطيها، فيقدر يطلب المبالغ كامله. فرغم هذا انه السيد الوزير انه يسهل اجراءات على الناس حتى نتمكن ايضا نسترجع المبالغ، هو خطا نعتبره خطا صار انه يرجع المبالغ. اما الذين لغايه الان لم يفصحوا، لان يوم انا تفاجئت للامانه اليوم سبت، فقاطعنا مره اخرى، جتنا اقراص جديده، قاطعنا زاد العدد، يعني لذلك انه نقول اكو بعد عمليه متجاوزين على شبكه الحمايه الاجتماعيه، وراح نضطر نعلن عنهم. يعني من اعطيناهم احنا فتره الشهر، بعد الشهر راح اضطر اعلن عنهم بالاعلام وبوزاراتهم، اقول لهم انتم متجاوزين على اعاده الحمايه الاجتماعيه، راح نصل الى هذه المرحله، انه في حاله انه انتم مثل ما قال السيد الوزير، انتم لكم شهر وعطيناكم سماح التقسيط، انه احنا اذا اكتشفنا احنا طواعيه، انت ما جت طواعيه، انا اكتشفتك انه انت متجاوز، راح نضطر احنا نفاتح وزارتك ونعلن عن اسمك. جيد، زين شنو الضمان دكتور؟ نعم. انت هاي الفتره انتم ما عصرتوها، الجو اذا متجاوزين. نعم. شنو الضمان؟ انتم اللي قاعد تشملون هسه شمول جديد، ما هم نفس القضيه، هم موظفي دوله وكذا، وهم متجاوزين. لا، الان اختلف الوضع، الان انا ما اودي اي اسم الى وزاره التخطيط اذا ما يخضع لعمليه التقاطع. هذا الخطا اللي كان يحدث الان ما يحدث بعد. كل قواعد البيانات الان في هيئه الحمايه الاجتماعيه هي عمليه مقاطعه مع ديوان الرقابه الماليه، للامانه كلش متعاون معانا، انه القرص ما يتاخر، يعني مجرد يوم ثاني يوم تجي بيانات، فلذلك انه عمليه الادامه في عمليه الاسترجاع مستمر. طبعا حتى مع التقاعد العامه، تعتبر هي التقاعد العامه الاكثر عدد متجاوزين من شبكه الحمايه الاجتماعيه، اكثر من 16,000 متقاعد هم متجاوزين على شبكه الحمايه الاجتماعيه. قبل ان ندخل برنامج تحدثت بموضوع نعم سيارات حمر وكذا وتفاصيل. نعم، مثل ما تعرف احنا قاطعنا الاسبوع الماضي مع المرور العام، كملنا مقاطعه هذا الملف، هذا ملف ضخم وملف كبير، انه ايضا التعامل مع يعني باجراءات شائكه، انه انت تجي مواطن مثلا يمتلك سياره 2021، اذا تجي انت وفق المعايير المقبوله مع وزاره التخطيط، السياره الصغيره اللي تمكن توصل بها عائله، احنا اوكي مسموح بها، يعني موديلاتها 2011 و12، على الرغم انه هواي موظفين ما عنده يمتلك سياره، مثلا انا رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه ما عندي سياره شخصيه للامانه، يعني مو يعني جاي اقول موظفين، خاصه الموظفين اللي ما بعد استوى ناشئ بحياته ما عنده يعني سياره شخصيه، هاي كمبالغ، لكن انت من تجي عندك سياره فخمه 2022 21 هذا ما ينتظر يعني مبلغ اعانه، اذا تجي تقيس مصاريفها اغلى من مبلغ الاعانه مثل من يوم يومين تقدر تصرفه على سيارتك، فهاي الاجراءات ما اتخذناها بالسيارات هاي خلينا نعتبرها الكماليه، اجراءات ستكون قاسيه وايقاف مباشر لاعانه الحمايه الاجتماعيه. الى او تزوجته او عائلته. نعم، الان نتعامل مع الى هو كمباشر الى واجراءات الخاصه انه بزوجته وعائلته، راح لاحقا احنا فككنا الملف، لان الملف كلش ضخم وكبير، مثل ما قلت لك انه عندنا 13 فرد اسره انه يمتلك سياره همر، سياره همر هاي سياره كماليه، صح. يعني ما راح يوصل بها عائلته او شيء، يعني فتعتبر كماليه، فمن اتصلنا به يابا انت شو تسوي بهاي السياره؟ يقول هاي سيارته انت مستفيد رعايه اجتماعيه. انت عندك هاي السياره يعني تعرف انت هاي يحتاج لها مبلغ، يحتاج لها بنزين، يحتاج لها، فهاي يعني تخارج اطار الحمايه الاجتماعيه، خلينا نكون واضحين، يعني هيك سياره وهيك مبلغ وهيك امكانيات فهي تكون خارج مبالغ الحمايه الاجتماعيه. هذا يعتبر من ضمن المتجاوزين. طبعا هي نعم هذا الملف الثاني انه ان شاء الله راح نتخذ به اجراءات القانونيه، هذا عد الملف الاول انه الموظفين المتجاوزين، الملف الثاني هو ملف الميسوري الحال، واحنا يوميا نتلقى عشرات الابلاغات عن ميسوري الحال، يعني مثلا هو مزارع كبير او هو مثلا عنده محلات كبيره او عنده معارض مال سيارات، مثلا اعطيك نموذج، باحث اجتماعي زار احد تعرف انت اغلب الباحثين الاجتماعي هم ولد المناطق فيعرفون الميسوري الحال وهذا، فيجي سيارتين ثلاثه في البيت ويعرفه هو صاحب اصلا معرض سيارات، تقول له لا انا اعطيها للفقير، زوجته تقول احنا نعطيها للفقير، زين انت ليش تعطيها للفقير؟ هو يجي مباشره احنا نعطيها للفقير، فهي اعذار، هو بعد هو شلون يقول احنا بالعاميه دنت نفسه عليها. نعم، وشاف اكو اجراءات سهوله بالحصول عليها، فلذلك انه اغلبهم ما راح تصير ان شاء الله، هي بعمليه مقاطعه البيانات والحزم
انه ما راح تتكرر هاي العمليات، وان شاء الله انه احنا ما طول الدوله كلها الان متعاونه مع هيئه الحمايه الاجتماعيه من دوله رئيس الوزراء الى يعني ابسط وزاره وموظف، ومن اجيب القرص كلها بس تريد تطلع المتجاوزين. فهاي الاجراءات ان شاء الله، وسيد الوزير يتواصل مباشر مع كل الوزراء في سبيل عمليه مقاطعه البيانات. ممتاز، احسنتم. احنا نزاحمكم اليوم بالاسئله. خدمتكم. يعني بما أنه تحدثت عن الباحث ونزول الشارع وصول الأقضية والنواحي والقصبات، يعني شنو المعايير؟ نعم. يعني أنا أختار أنا كباحث أن أجذب بشخص سين من الناس، وهذا القرار لكم أنتم الرعاية ينشمل هذا المستفيد أو لا؟ نعم. لوزارة التخطيط. نعم، هذا الملف راح أحكي لك إياه بكل أمانة. الباحث الاجتماعي لا يملك قرار قبول او رفض اي مواطن متقدم على شبكه الحمايه الاجتماعيه. احنا عندنا المعيار الاساسي هو يكون دون خط الفقر، وعندنا مقاطعه البيانات. هو اذا طلع من مقاطعه البيانات واستنفذ عمليه مقاطعه البيانات يذهب الى وزاره التخطيط. وزاره التخطيط عندها اليه معينه انه يشوف هذا المواطن الدخل مالته اقل من يعني خط الفقر او اعلى من خط الفقر. اذا كان دون خط الفقر راح تعلمك بكتاب رسمي انه هذا المواطن هو دون خط الفقر، اذا كان فوق خط الفقر راح تعلمك انه هذا فوق خط الفقر. فالباحث الاجتماعي عباره، خليني اقولها بهالكلمه، عباره عن اداه لملء استماره مخصصه بالاتفاق بيننا مع وزاره التخطيط وفق معايير معينه ترسل الى وزاره التخطيط. وزاره التخطيط هي من تحدد انه من دون او هو من فوق خط الفقر. احسنتم. يعني حتى نستمر يعني بقضيه الشمول. نعم. وما هي يعني امتيازات المستفيد؟ نعم. بس حتى الاخ احمد المخرج يعني هي الفيديوهات اللي اكو عندنا تظاهرات عدد 2 تقريبا، يعني يظهر الفيديو بعد ان نسال عن الضمان الصحي، يعني جاهز لنا حتى نستعرضهم لان هاي الحقوق حملوا لنا امانه الاخوه في الصحه وفي وزاره النفط ان نستعرضهم. جناب الدكتور، بما انه المستفيد يبحث عن امتيازات. نعم. مو فقط الراتب. نعم. من ضمن المنهاج الحكومي طرح رئيس الوزراء والكابينه الوزاريه تم التصويت عليه من خلال البرلمان قانون ضمان الصحي. نعم. حسب ما سويت لقاء مع معالي وزير الصحه، ذكر بانه فئه تعالج او تدخل من ضمن الضمان الصحي مجانا. نعم. الرعاية او الحمايه الاجتماعيه. نعم. شلون اليه العمل راح يكون فيها؟ دكتور، احنا الان كنا نعمل في هيئه الحمايه الاجتماعيه ووزاره العمل والشؤون الاجتماعيه مع ملف هو فقط تعطي اعانه، وهذا خطا كبير. انه احنا كمختصين على الاقل يعني كشهاده اختصاص في هذا المجال، انه هو فقر يسمى متعدد الابعاد. متعدد الابعاد بركيزتين اساسيه، هو الامن الغذائي وكذلك الاجراءات التدريسيه والتربيه والصحه والسكن. هو هذا هاي الابعاد الخاصه بكل مواطن. انه انت من راح تعطيه فقط اعانه، ما راح تعطيه اجراءات خاصه بالصحه. فلذلك احنا عندنا تماس مباشر ووزاره الصحه. قانون الخاص بالضمان الصحي قانون جدا ممتاز، يعطيك خاصيه انه هذا المواطن هو مضمون صحيا. وللامانه احنا من قعدنا ويا وزاره الصحه وتكلمنا وياهم ابوابهم مفتوحه، اي مواطن ياخذ تاييد من يعني هيئه الحمايه الاجتماعيه ويروح لوزاره الصحه علاجه وعمليته وكافه اجراءاته هي بالمجان. فلذلك هو يعتبر مضمون في من خلال وزاره الصحه، وهذا الاجراءات احنا قاعد نمشي بها مع وزاره الصحه. فجميع المشمولين بنظام الحمايه الاجتماعيه هم عندهم ضمان صحي، تريد تروح تسوي عمليه انه مباشره تجي تقدم طلب للحمايه الاجتماعيه ويزودوك بتأييد، تروح لوزاره الصحه هم هناك يكملوا لك اجراءات كلها مجانا. المستشفيات الاهليه؟ المستشفيات الاهليه مو جميعها، لكن اغلب المستشفيات الاهليه اذا درت به بكتاب من هيئه الحمايه الاجتماعيه تعمل له تخفيض كلش عالي. تخفيض لو مجانا؟ لا، المستشفيات الاهليه هي ما تابعه يعني صح. حكوميه، الاهليه تعمل له تخفيض، وعندنا بروتوكولات تعاون مع اغلب هذه المستشفيات انه يعمل له تخفيض عالي جدا. تخفيض مو ثابت، كل يعني مستشفى تختلف، اكو مستشفيات مثلا 50%، اكو مستشفيات 40%، اكو 20%، هو رغبته يقول لك انا اساعد هذه الناس، في اغلب المستشفيات للامانه هم يعني عندهم تخفيض عالي، اضافه لهذا احنا عندنا في بغداد الان لحد الان موجوده، عندنا ارقام هواتف موجوده
او عندنا مجموعه من المنظمات، اي واحد يريد مثلا يريد يسوي كشفيه وما عنده مبالغ يكشف عليه طبيب ويتصل على هذا الرقم موجود على صفحه الوزاره، احنا نقوم بدورنا ناخذ الرقم مالته ونتواصل ويا الطبيب اختصاص ويروح كشف مجاني. جد رقم حتى نسوي لهم مجانا موجود ان شاء الله مجانا لكم. نعم نعم، الرقم موجود، هي عندنا أربعة أرقام خاصة بوزارتنا موجودة يقدر يقدم عليها، وعندنا رقم أيضا مال شؤون المواطنين رقم مجاني 10 18 10 18 يقدر يتصل به ومجرد أي خدمة يريدها يجهزها له. فقط المشمولين بالحماية؟ نعم، المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية نعطيهم تأييد. إضافة إلى هذا أنه الملف الخاص بالتربية والملف الخاص، هاي كلها ملفات إحنا نعمل عليها. نتحدث عن المنح المالية بعدها. نعم. إن شاء الله، وأيضا الوجبة الثانية منتظرتنا. نعم. منتظرة الجواب إن شاء نعم. الله. مشاهدينا الكرام، أسأل نبتعد شوي عن الملف الحماية الاجتماعية لدقائق معدودة جدا يعني. حول تظاهرات، فكانت هناك تظاهرتين خلال أسبوع إلى أخوة من وزارة على وزارة الصحة يعني وتثبيت العقود، وأيضا مجازات، أوكي ماكو مشكلة أتحدث عنها يعني، وأيضا مظاهرات على وزارة النفط في الجنوب. فنوعدكم إن شاء الله إخواننا اللي بعثتونا بالمظاهرات الحلقة القادمة نجهزة ونعرض لكم إياها إن شاء الله وأكون خاطركم طيب، لكن نعتذر كون خلل فني تقني بسيط ما خلينا نعرض هذه المادة. نرجع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. دكتور، المنح المالية. نعم. إحنا حسب ما سمعنا بأنه من دولة رئيس الوزراء هناك منح مالية فقط أيضا المستفيدين من الحماية الاجتماعية. نعم، مثل ما تعرف أنه أصل قانون الموازنة أعطى منح مالية للأفراد المشمولين ب يعني مع الأب في الحماية الاجتماعية من عدا الراتب، من عدا الراتب إنه إعانة الحماية الاجتماعية مستمرة. إنه الأفراد داخل الأسرة هم يعطوهم مبالغ مالية، مثلاً كل طالب وطالبة إلى 30,000 دينار يضاف إلى إعانة الحماية الاجتماعية الخاصة به، مثلاً هو عنده 3 يحصل 90,000 دينار. هذا المبلغ انه نعطيه حتى نشجع على الدراسه حتى لا يتوارث عمليه الجهل، فهذا احنا نعتبره دافع قوي. اضافه الى هذا انه هيئه الحمايه الاجتماعيه اتخذت اجراء اخر، انه انت اوكي اعطيت الفلوس بس منو راح يتابعه؟ فعندنا الان عمليه تواصل مع هاي الاسر، وعندنا برنامج ان شاء الله حال اقرار الموازنه انه احنا نشجع هاي الافراد حتى يدخلون بالاعانه. احنا حتى بقانون الحمايه الاجتماعيه يسموه الاعانات النقديه المشروطه. هاي شنو مشروطه؟ انت ابنك يدخل بالمدرسه اعطيك فلوس اضافيه، ما يدخل اقطعها عليك. فهذا نفس الشيء حتى شنو؟ حتى يشجعه دخول المدرسه. اكو هاي الملاحظه كلش مهمه دكتور حتى المواطن يعرف، اكو بعض الاباء هو يستلم إعانة حماية اجتماعية ويجبر ابنه على انه يبطل من المدرسة حتى يشتغل ويجيب له، انه انت كدولة انه شو تريد؟ انت مبلغ قاعد نعطيك، إعانة قاعد نعطيك، خلي يستمر في المدرسة. زين الرقم شو راح تعرفون بانه هذا بطل او لا؟ شو ادارة المدرسة؟ ادارة المدرسة هي تعلمنا به، واحنا ما عندنا ما راح ننظم إعانة نقدية مشروطة، احنا هي هاي منحة جت من الحماية الاجتماعية، لكن احنا الان اذا تقول لي انه انت شنو الاجراء الافضل؟ انه اسويها اعانه مشروطه، انه انت ابنك تخليه بالمدرسه تعطيه فلوس، ما تخليه يقطع عنا الاعانه، ليش؟ حتى تمكنه من عمليه الدراسه، وهذا ملف كلش مهم وكلش خطر، والان مركزه عليه الحكومه انه خاصه الاجراءات الخاصه ويا التربيه ويا التعليم، انه لازم تكون اجراءات سليمه، المبالغ ان شاء الله هي مؤمنه وجاهزه بالخاصه بال يعني الموازنه، ومنتظرين انه تنقر الموازنه حتى نبدا الاجراءات الخاصة بالتربية وأيضا بالتأمين الصحي تكون كاملة وإجراءات مكتملة حتى نسوي عملية الإجراءات الخاصة بهذا الشيء. أحسنتم. حتى ندخل على السلة الغذائية بعد ما الأخ المخرج أشار عن جزء التظاهرات، ليش نجيكم على الأسبوع القادم. نعم. بها البركة إن شاء الله راح نأخذ أول تقرير. طبعا ضع صوتي موجود أحمد وراوين الفويس أوفر، خليني خلينا نتحدث مع الناس على هاي التظاهرة. شوف التظاهرة الأولى اللي هي راح تخص إحدى الفئات اللي تطالب حقوقها، هاي في النفط. هاي طبعا خلينا نسمع الصوت الإخوان النفط. شوف هذا الطريق، شوف انت تشتغل، شوف هذا الطريق، شوف
طبعا هاي وصلتنا رسالة تقول السلام عليكم إلى كل شريف وغيور من أبناء بلدي، وخص بالذكر جناب الدكتور الشيخ حمام حمودي، كون عراق أصيل نتمنى تدخلكم ومساعدكم في أقرب وقت. نحن أبناء بلدكم، أبناء شركات التصفية وشركات التوزيع، اليوم نتعرض إلى هجمة من قبل الحكومة، عندما ننتظر من الحكومة أن تقف مع الشركات النفطية ذات الجهد الوطني ودعمها وتطويرها، نشاهد العكس للأسف. اليوم تمر تمرير فقرة في الموازنة فرض رسوم على المشتقات النفطية، البنزين والغاز والنفط الأسود، أعتقد يمكن هاي وضحوها الأخوة النواب، قالوا ماكو هيك فقرة أن تضاف مبلغ، لكن أنا أقرأ الرسالة كما دونت. ورفع سعر النفط الخام على شركات التصفية حتى تصبح شركات خاسرة، مما يسبب في ارتفاع أسعار مشتقات النفط على الشارع العراقي، مما يسبب خسارة وهيكلية هذه الشركات ذات المنتج الوطني، علم أن هذه الشركات تضم عشرات الآلاف من العوائل العراقية. نتمنى من جنابكم التدخل حتى لا يتم تمرير هذه الفقرة في الموازنة، جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة، وأيضا إلى أنظار الأخوة في البرلمان وأيضا أخ معالي وزير النفط للنظر لهذه التظاهر، نشاهد جزءا منها ومن ثم ننتقل إلى التظاهر الثانية. شاهدنا نحن وياكم مشاهدين الكرام هذه التظاهرة لأصحاب الشركات المشتقات النفطية، وأعتقد إن شاء الله الرسالة توصل من خلالها، وهذا واجبنا احنا كوسيلة إعلام أن نكون جسر ما بين المواطن ومشاكله وما بين المسؤول. التظاهرة الأخرى أيضا كانت لوزارة الصحة، نشاهد نحن وياكم أيضا هذه الصور. أخ أحمد فويز أوفر إن شاء الله، هذه الصور عبارة عن صور، مجموعة صور التقطناها، للأسف ما كنا حاضرين ككاميرا لسبب أنه كان لدينا عمل في أكثر من واجب، فصار عندنا ضعف بعدد المصورين كون واجبات كثيرة في بغداد كانت والمحافظات. هذه التظاهرة مجموعة من الأخوان العقود في وزارة الصحة تطالب معالي وزير الصحة بإنصافهم، يعني كارخ أعتقد صحتي كارخ، تظاهروا أمام وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام تقريبا إلى أربعة، يطالبون بتثبيتهم كعقود وحسوا بمظلومية كبيرة، ونحن بدورنا كوسيلة إعلامية كقناة فضائية نرفع هذا الصوت إلى معالي وزير الصحة وإلى وزارة المالية، بالتأكيد وزارة المالية لها تأثير كبير على تثبيت العقود، يعني وزارة الصحة محتاجينها بشكل كبير كما ثبتوا الأخوان في وزارة التربية في وزارة التعليم العالي في جميع الوزارات، الأجور تم تثبيتهم، لماذا هؤلاء في وزارة الصحة لم ينصفوا؟ رسالة إلى معالي وزير الصحة وأيضا إلى معالي وزيرة المالية الست طيف سامي. إذا مشاهدين الكرام شاهدنا هذه المظاهرات، هي غرض نقل صوتكم بكل أمانة وشفافية. نعود إلى
جناب الدكتور احمد الموسوي رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه. هذا من وقتكم لكن هذا ايضا توعدنا نريد اليوم ناخذ منك وعد. نعم. على الاسبوع القادم نستكمل لان يعني اليوم عندنا مشكله بالاتصالات والناس وايد منتظره وعلنا ان يكون هناك اتصالات. خدمتكم اي يوم انا حاضر. جزاكم الله خير. اذا مشاهدينا الكرام الاسبوع القادم سوف يكون معنا الدكتور احمد الموسوي رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه ضيف عزيز علينا في قناة الأيام في برنامج خدمتكم لتلقي جميع الاتصالات بالإضافة إلى مجموعة أسئلة بصراحة كبيرة. والآن ما بقى لنا 3 دقائق أو 4 دقائق راح نستثمرها بأسئلة نحاول أن نشمل أكثر عدد ممكن من الأسئلة. الوجبة الثانية خطيئة ظلوا متأخرين هم متأخرين بعد. نعم خليهم على الأسبوع الجاي. لا دقائق تكفي. نعم الوجبة الثانية إن شاء الله الخاصة بفقط المعاقين أعلننا عنهم إن شاء الله يعني هذا الأسبوع راح يتم الإعلان عنهم وعددهم 61,000. الآن نعمل مع وزارة التخطيط شبه أكملنا البيانات مالتهم عندنا إجراءات عملية تدقيقية وراح سيتم الإعلان عنهم وسيكون عدد المشمولين الخاصة يعني كمعاقين هم 83,000 تم شمول 22,000 والآن 61,000 83,000 سيتم شمولهم خلال هذا الفترة. وأقول لك بكل صراحة وكل اطمئنان إن الذين تم استهدافهم وقدموا على قاعدة البيانات هم الذين تم اختيارهم وللجميع جميع الذين تم تقديمهم. وأنا قلت وعد والآن أقول لك الوعد لا خوف إنه على اختيار الأسماء من تقدموا هم من تم شمولهم. رئيس الوزراء حدد الإطار العام القانوني نسب الفقر، وزير العمل حدد الأقضية وإكمال إجراءاته، وأنا ومدير عام الدائرة الفنية في وزارة التخطيط هم الذين أشرفنا على عملية مقاطعة البيانات وإكمال إجراءات الشمول الوجبة الأولى وكذلك المعاقين. ولم يكون دخل لأي شخص في عملية اختيار هذه الأسماء وأيضا عملية إطلاق هذه الأسماء فوفق هذه الآلية وهذه الأشخاص الذين تم اختيارهم. المعاق يعني شلون انتم يعني ايش قد نسبه الاعاقه؟ نعم يجب ان يكون نسبه العجز نحن نعتمد النسبه الوارده من قانون رعايه ذوي الاعاقه وهي 75%. اي مواطن عنده نسبه عجز يعني نسبه عوق 75% هو مشمول باعانه الحمايه الاجتماعيه. نحن في هيئه الحمايه الاجتماعيه يعني المشمولين سابقا هم 111,000 تم شمولهم بالوجبة الأولى حاليا هم عددهم 22,000 وإن شاء الله نحضر إلى وجبة 61,000 وهذه الوجبات أنه الخاصة بالمعاقين المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية. أحسنتم سيدنا يعني آخر شيء طبعا المخرج الاستودي قل لي كافي. أحسنتم جزاكم الله خير. طبعا أنا هواي أسئلة أكون ناس تنتظر الباحث الاجتماعي ويردون إجابة ناس كملت متطلباتهم ينتظرون شنو القرار السلة الغذائية. نعم. وبعد تفاصيل كثيرة عندنا أسئلة مثل ما تحدثنا بها قبل الحلقة. نعم. والجميل بك بأن أنت قلت الأسئلة مفتوحة وهذا شيء يحسب إليك. نعم. ما كنت تقول لي مثلا لا والله هذا ما أريد السؤال هذا ما أريده يحسب إليك فعلا جزاكم الله خير. نعم. هذا الممتلئ وعارف نفسه شو يشتغل. نعم. ويتلقى الأسئلة من حيث ما أتت. نعم. جزاكم الله خير سيدنا. إن شاء الله ننتظركم الأسبوع القادم مع الاتصالات الهاتفية. نعم إن شاء الله وإن شاء الله من يجيكم نحمل بشارة خاصة بالوجبة الثانية والتحضير إن شاء الله لوجبات قادمة. جيد يعني الوجبة الثانية فقط معاقين وإن شاء الله الآن على الأسبوع القادم إن شاء الله تقرر الموازنة سيتم التحضير لوجبة ثالثة إن شاء الله بس كنت في ضمان الأكراد إن شاء الله. إذا شكرا جزيلا لك مرة أخرى جناب الدكتور أحمد الموسوي رئيس هيئة الحماية الاجتماعية على حضورك على تفاعلك على كل الإجابات اللي تتم. أنا أشكرك على خدمتك للناس وإن شاء الله إحنا وياكم خدمة الناس. خدمتكم إن شاء الله جزاكم الله خير. إذا مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم شكرا أخواني في كادر البرنامج نلتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء وحلقة خاصة عن دائرة الحماية الاجتماعية. في أمان الله.